بالآية الكريمة تأكيد على عجلة الإنسان، خلق الإنسان من عجل. وفي آية ثانية وكان الإنسان عجولا. اليوم ممكن نقول العراقيين شعب عجول على السيد السوداني. نسمع ونقرأ بالفيسبوك حديث عن المطالبة بإنجازات، وكأن الرجل له عصا موسى في معالجة المشاكل الموجودة. لكن بالوقت نفسه هناك حديث بالأولويات. شنو أولويات السيد السوداني؟ مرة الأولوية هي ما جاء في البرنامج الحكومي، ومرة ثانية لا، حركة السوداني ممكن أن تكشف عن أولوياته. لحد الآن السوداني زار الصحة فقالوا الصحة أولوية. في الوقت الحالي والبارحة الزيارة العاجلة كانت زيارة للمستشفيات، ويبدو أن السوداني صدق انصدم بواقع الخدمة المقدمة في مدينة الكاظمية الطبية. مدينة الكاظمية اللي تعد الأفضل وفي نفس الوقت تعد الأحدث من بين المستشفيات العاملة في بغداد، فما بالك بباقي المستشفيات؟ وشلون حال مستشفيات الأقضية والنواحي والمناطق البعيدة؟ من قبل الصحة السوداني زار الكهرباء والأمانة وبعض الأجهزة الأمنية. بمعنى الأولويات صحة، كهرباء، خدمات بلدية، واقع أمني. هسه من حق اللي يشتغل بالتربية يقول جات تربية وين؟ احنا شوكت يجينا الدور؟ وشوكت نبوح بما جادت به قريحة الرحلة المتهرئة، والصف اللي ما كلت الأرضة، والمناهج الدراسية اللي نسبع بيها بس ما نشوفها، والقلم الماجيك اللي وفر الطالب للمدرسة، والبنية المتهالكة، والدوام الثلاثي، وحقوق المعلم والمحاضر ومستقبل النشئ إلى آخره من هموم التربية اللي ربما هي بدأت من 40 عام وجاي. بالعراق عندنا أكثر من 14 مليون طالب بمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية. خلف هذول 14 مليون ما لا يقل عن 7 مليون ولي أمر إما حاير بعيشته وحاير بمستقبل أبناء أو دراستهم ومستقبلهم. وكذلك لدينا ما يقرب من 1 مليون معلم ومدرس في الوقت اللي يلتقي فيه السوداني ببعض الوزارات. عين التربية عدروا بتربية وزارة فيها مشاكل إلى الآن. أكو مشكلة في طباعة المناهج، تجي السنة ونتفطن على طباعة المناهج، وكأن الشغلة بالتفاطين مثل ما يقال، ولا كأن أكو خطة سنوية تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات، الاحتياجات وتبويبها. أما المدارس الأهلية يدفع بيها الطالب فلوس كتبه، ومن تسأل إدارات المدارس منكم هاي الكتب يقول لك احنا اشتريناها من التربية. زين اذا الطالب ما مكلفكم شيء ورايح بنفسه للمدارس الاهلية وكافي خيره شره، اقلها انطوه كتب مجانا، هاي حصته من التربية، مو اكو تخصيص لكل طالب؟ هذا الطالب ما رايد غير كتبه. بالتربية اكو لعنة اسمها لعنة القرى والارياف، وكأن قدر أهل هاي المناطق أن يكونوا ثمنا للتعيين، ونادرا ما تجد في هذه المناطق معلم أو مدرس متراكم الخبرة، لأن المعلم يخدم فترة وبعدين ينقل للمركز، والمدارس صايرة مثل ناعور عريان السيد خلف الله يرحمه، أترس وبدي. هذا هو المعلن في حلقة اليوم مشاهدينا الكرام. أما غير المعلن فهو غير المعلن في حلقة هذا اليوم بقانون الأمن الغذائي.
تم تخصيص أكثر من 125 مليار دينار لإعمار وترميم الأبنية المدرسية. لهنا الكلام جيد وجزاكم الله ألف خير. المشكلة وين؟ المشكلة أن المبلغ مخصص لوزارة التربية، انتبهوا لي، مو لمديريات التربية، ولأن مديريات التربية في محافظات الوسط والجنوب وبغداد ارتباطها بالمحافظة مو بالوزارة، يعني وزارة التربية ما راح تقدر تصرف لهم مبلغ الترميم. بس اللطيف بالأمر شنو؟ أن محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل وكركوك غير مرتبطة بالمحافظة، وإنما ارتباطها وين؟ بالوزارة. يعني المبلغ راح ينصرف إلى هذه المحافظات. يعني يا ولد الخايبة مسحوا إيدكم بالحائط وروحوا اسألوا ممثليكم بمجلس النواب، قولوا لهم وين كنتوا عن هاي التخصيصات؟ تدرون بيها لو عبرت عليكم؟ ليش صوتتم على هاي الفقرة بالأمن الغذائي؟ عمي والعباس مو طائفي آني، بس أقول أهلنا قدموا بما فيه الكفاية وآن الأوان لأن ينصفون. وقت شمهودة انتهى. غير معلن آخر، بعد 2003 استحدثت وزارة التربية مديرية للأبنية المدرسية. سابقا كانت الوزارة تستلم جاهز من الإسكان والتعمير في وقتها، تطلب وباقي الوزارات تنفذ. بعد 2003 استحدثت المديرية وثم انغلقت وتوزعت الصلاحيات ما بين الوزير والحكومات المحلية وفق قانون 21، إلى أن وصلنا لألف مدرسة صينية. غير المعلن وين؟ كل المدارس الصينية، كل المدارس الصينية منفذة من شركات عراقية بعنوان المقاول الثانوي، يعني العقد ينحال للشركة الصينية والشركة الصينية تحيل الشركة العراقية أو تاخذ نسبتها. على قولة ذاك الرجال، حتى أنتم يا أولادي ماو. شوفكم بعد الفاصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام ومرحبا بحضراتكم، وهذه حلقة جديدة من برنامج غير معلن. ضيوف الحلقة لهذا اليوم كل من السيد حيدر عرب الخبير التربوي، وكذلك الدكتور قيس الكلابي مدير عام تربية الكرخ الثانية. حياكم الله. وخليني أبدي ويا حضرتك دكتور قيس. دكتور، خلي أبدي من أهم ما وردني منذ إعلان عنوان الحلقة إلى الآن، مئات لا أبالغ إذا قلت فد ألف رسالة وصلتني، وهي تسأل على موضوع تحسين المعدل. أرجوك دكتور، وأنت عضو هيئة رأي، الطلاب يقول لك إحنا إلى الآن ما داومنا بالكليات، منتظرين موضوعة أن الوزارة ممكن تقبل قرار تحسين المعدل، نبقى ننتظر الوزارة لو نقبل بما هو موجود ونروح لكلياتنا وإحنا أغلبنا معدلاتنا ربما 90 وجوا وفوق 90. تفضل دكتور. شكرا استاذ اياد لاهتمامك بالشان التربوي، وانا حقيقه جدا معجب بهذه المقدمه الناريه. وقبل ان اجيبك على هذا التساؤل المهم اللي دائما يناشدون به الطلاب، انا اكو بعض النقاط ايضا اريد اوضحها. نعم. حقيقه مرات عندنا عتب احنا في وزارة التربية على بعض القنوات الفضائية، وبالتأكيد ليست الفرات من ضمنها. نعم. دائما يسلطون الضوء على الجزء الفارغ من الكأس، ما ينتبهون على تلك الكم من الإنجازات الكبيرة التي
أنجزتها وزارة التربية خلال سنوات صعبة جدا من أيام كورونا وقبل كورونا وحتى هذه الأيام من قلة التخصيصات وغيرها. وفيما يخص المقدمة اللي ذكرتها على موضوع القانون الأمن الغذائي وال 125 مليار، حقيقة تناهى إلى سمعنا مثل هذا الكلام، وحقيقة عاجلنا بتوجيه السؤال إلى معالي وزير التربية. مثل ما تعرف هذه حكومة جديدة والرجل استلم الوزارة منذ يعني تقريبا شهر. الرجل حقيقة يعني مهتم جدا على أن يوزع اهتمامه من البصرة إلى الموصل على حد قوله، وإن شاء الله إذا أكو مثل هذه الأخطاء يعني ربما في وزارة المالية، ربما سوء فهم هنا أو هناك، أنا متأكد يعني وقد يشاركني الأخوة من المديرين العامين في المديريات الأخرى أن معالي وزير التربية سيكون حريص على توزيع هذه المبالغ على كافة المديريات بالتساوي وبالعدالة وليس بالتساوي، لأن تختلف حتى يعجلون. رجعني إلى سؤال، ما يحتاج أنا أؤكد لك ما يحتاج ضغط. نعم، أما سؤالك على تحسين المعدل، حقيقة قبل لا أجيبك أيضا على هذا السؤال أنا أريد أوضح في وزارة التربية تعمل بضوابط وبأنظمة وبقوانين زين. مثل ما أنا تخرجت وأنت تخرجت يعني في يوم من الأيام من مدارسنا كان أكو دور أول أكو دور ثاني، مثلا أكو قوانين معينة نلتزم بها. حقيقة وزارة التربية حريصة على مصلحة الطلاب لكن بشرطها وشروطها زين. هذه السنة احنا تقريبا شارفنا على نصف السنة والمعدلات كانت جيدة جدا، فما يمكن أن يكون هناك قرار تحسين معدل. لهذا أعتقد يعني هيئة الري حسمت هذا الموضوع وانتهى موضوع قضية تحسين المعدل إن شاء الله. يعني انتهى بعدم السماح، الأسباب يعني عدم السماح بتحسين المعدل وإعادة السنة. ما عدنا في هذه السنة ما عدنا تحسين معدل. إذا تسألني ليش أقول لك هذه النتوءات في قانون الامتحانات يراد لها مراجعة، يراد لها تغيير القانون. وزارة التربية ملتزمة بتطبيق قانون الامتحانات، وهذا الموضوع هو ضمن عملية الإصلاح التربوية اللي أنا أريد أتحدث بها اليوم واللي جيد. أتمنى أنه بس خليني حتى أوضح قضية الأمر الذي فيه تستفتيان. خلاص ماكو شيء اسمه تحسين معدل. نعم زين، خليني أنتقل لي السيد عرب وأرجع لك دكتور قيس. أيضا عندي بعد رسائل وصلتني تسأل على موضوع المحاضرين حول هذا الموضوع، لكن أرجع لك بعد ما أرحب مرة أخرى بالسيد حيدر عرب الخبير التربوي. سيد حيدر، مشكلة التربية اللي ذكرناه واللي أنت تعرفه واللي الناس كلها تدري بيه، المدارس والمناهج وطباعة الكتب وكثير والمحاضرين وغيره، هذه هي مشكلة فردية أحملها إلى فرد، أحملها إلى مؤسسة، هي مشكلة سياسية. من يتحمل قضية التراجع في الوضع التربوي في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية طيبة لك أستاذ إياد، قناتك ومشاهديك ومتابعيكم الكرام. قبل أن أجيبك حقيقة على هذا السؤال بودي أن حقيقة أتحدث بما تفضل به السيد ضيفكم في هذا الموضوع عندما تحدث وسؤالك عن قضية الأمن الغذائي والغير المعلن. نعم. عندما نتفاجأ بهذا المبلغ الكبير والمخصص حقيقة إلى وزارة التربية، وبالتالي الأستاذ هو أيضا من ضمن هيئة الرأي، إذن من الضرورة أن يكون لديه المعلومات الحقيقية عن هذا الموضوع. هذا جانب الأمن الغذائي وقانون الأمن الغذائي أقر قبل تشكيل هذه الحكومة بما يزيد عن 7 أشهر أو 6 أشهر، وبالتالي هذه الفترة الماضية لماذا نتحدث ونقول أنه السيد الوزير الحالي حقيقة تسلم منصبه بفترة قصيرة وبطبيعة الحال لا نحمله هذه القضية؟ لماذا لم يكن هنالك مفاتحة من الأخوة المدراء العامون هيئة الرأي للوزير السابق، الوزير التربية السابق عندما كانوا ينتظرون يعني هذا القانون وهذه المبالغ الكبيرة؟ وبالتالي أنا أتحدث أعتقد أنه تتحمل وزارة التربية بشكل كامل باعتبارها كمؤسسة راعية ومسؤولة عن الجانب التربوي والتعليمي في العراق، وبالتالي كثير من المشاكل التي شاهدناها، من الذي يقدم هذه المشاكل ومن الذي يبحث ويجد الحلول لهذه المشاكل التربوية؟ السيد وزير التربية
لا نتحدث عن الوزير الحالي باعتباره لم تمضي عليه سوى شهر أو أقل شهر، لكن نتحدث عن الوزارات السابقة والسيد الآن هو مدير عام وأيضا عضو في هيئة الرأي. الوزارات السابقة والمسؤوليات السابقة، أين كان الوزراء السابقين في مجلس الوزراء العراقي؟ لماذا لم يطرحوا هذه المشاكل ويستحصلوا حقيقة الموافقات والحلول الكفيلة لهذه يعني القضية؟ أنتم تحدثتم بمقدمتكم وقامت في الواقع التربوي بالعراق، المن أحمله؟ نعم، من يتحمل هذه المسؤولية؟ عندما قسمت الصلاحيات ما بين وزارة التربية والحكومات المحلية، لماذا هذا القانون يذهب بتطبيقه بمناطق معينة وهنالك مناطق لا يطبق بها هذا القانون؟ إذن هنالك عشوائية بتطبيق القرارات وتطبيق التعليمات وتطبيق القوانين، هذا جانب. الجانب الآخر، طيب هنا قد جزئت في هذه المحافظات، أين دور حقيقة المديريات العامة باعتبار المديريات العامة لا تجزأ صلاحياتها، أنها تتعامل بالجانب الفني والإشرافي والتعليمي مع الوزارة والإدارة، وبنفس الوقت هي تتعامل بالجانب الإداري والأبنية المدرسية مع الحكومات المحلية؟ إذن المديريات العامة أيضا تتحمل المسؤولية الكاملة بأن يكون هنالك حلول حقيقية على أرض الواقع وتقدم هذه حقيقة المشاكل وحلولها إلى الجهتين، إذ ما كانت للوزارة وإذ ما كانت إلى الحكومة المحلية. جيد، خليني أروح للدكتور الكلابي. الدكتور قيس، قبل ما أسألك على موضوعة المحاضرين، هاي المواضيع الملحة، أكو اليوم خبر سمعناه عن المحكمة الكرخ، أعتقد تصدر حكمها بثلاث سنوات سجن يمكن للي متهمين بتسريب الأسئلة. من هم هذول اللي انسجنوا؟ هو الحارس اللي صار الحديث عنه؟ منو بالضبط الحارس؟ نعم الحارس، هذا التسريب الأسئلة اللي صار في الرصافة الثانية والذي اتهم فيها هو الحارس، ويا مساعدين اثنين من خارج التربية، أعتقد اليوم صدر حكم عليهم بثلاث سنوات. واكو عندنا موظفين يعني شكلت عليهم لجنه تحقيقيه، والحد الان لم تحسم هذه اللجنه التحقيقيه في قضيه اهمال يعني. جيد، يعني فقط هؤلاء استاذ اياد، انا طبعا الصوت ما دا اسمع صوت الضيف، ما سمعت مداخلته، ما ادري اذا تقدرون تحسنون الصوت حتى نقدر نشارك وياه. هسه نعالج الموضوع دكتور. المهم خلي أسألك على موضوعة المحاضرين، إذا كان الحديث عن موضوع التربية، موضوع المحاضرين شلون راح ينحسم؟ كل تساؤلاتك أجاوبها. موضوع المحاضرين بيها جنبتين، أكو محاضرين اللي احنا مسوين وياهم عقود اللي هم نسميهم محاضرين 19 وما قبل 19، وأكو محاضرين 2020 الذين لحد الآن قضيتهم تتراوح ما بين الوزارة والمحافظة. فيما يخص قضية المحاضرين اللي احنا متعاقدين وياهم، ذولا ما عندهم مشكلة، ننتظر فقط إقرار الموازنة ونشوف كل مديرية ايش قد يطلع لها درجات لنذهب باتجاه تثبيتهم. القضية الآن الحاكمة عندنا اللي قضية محاضرين 2020 اللي أغلب المديريات أنجزت الملف ورفع إلى المحافظة، ولكن بسبب يعني طول الفترة يعني منذ التقديم إلى وصوله إلى المحافظة إلى الوزارة، هناك بعض الأسماء سقطت سهوا، هناك بعض الأسماء وجدوا لهم مسارا آخر أو عقد آخر، فالأرقام اللي موجودة في وزارة المالية مو نفس الأرقام اللي في المديريات. محافظة بغداد مصرة على أن تكون الأسماء أو الأرقام اللي موجودة في وزارة المالية هي نفس اللي بالمديريات. يبدو لي أن بعض المديريات صار أكو بيها تغيير. اليوم سمعت من السيد محافظ بغداد وايضا من وزاره التربيه انه هذا الموضوع في طريقه الى الحل وتقريبا انحسم. طبعا اكو بعض المديريات بها اعداد مبالغ بها، يعني مثلا عندنا احد المديريات وصل اعدادهم الى اكثر من 35,000، مديريات اخرى اقل من 2000. فالموضوع الان في خانه وزاره الماليه، وزاره الماليه اذا خصصت لهم الاموال انتهى الموضوع. ممكن نحل استاذ اياد، نحل احنا كمديريات، انا اتحدث عن مديريه تربيه الكرخ الثانيه، احنا رفعنا قائمه بكل المحاضرين اللي هم 2020، عندنا فقط 81 اسم، ذولا تخلفوا عن المباشره. شكلنا لجنه، نظرنا في الاعتراضات، صعدنا بدل عنهم 81 اسم،
محافظة بغداد الآن طالبتنا أنه اللجنة تكون مركزية في محافظة بغداد إذا نريد نستبدل الأسماء، وإحنا طبعا نريد بس ندفع الأمور حتى تمشي. اليوم رفعنا كتاب بكل هذه الأسماء، وكذلك المديريات الأخرى أيضا رفعت حسب معلوماتي يعني من المديرين العامين أيضا حسم هذا الموضوع. الآن وزارة المالية عليها أن تخصص أموال في موازنة عام 23 حتى ننتهي من هذا المال. جيد. إحنا كمديرية والمديريات الأخرى محتاجين لخدمات هؤلاء المحاضرين، مدارسنا بحاجة إلى هذه التخصصات، لا سيما أنه لدينا شواغر كثيرة. جيد دكتور، يعني ما أدري، إحنا عتبنا أستاذ العتب، إحنا عتبنا، أنتم شو تشوفون الموضوع على أنه أولويات السيد السوداني لم تكن ربما ضمنها وزارة التربية، بزيارة التربية، اللقاء وزيرها، النزول الميداني إلى المدارس، الحديث عن الموضوع الأهم وهي مشكلة المناهج. أنتم بالتربية هم عندكم عتب على السيد السوداني في هذا الموضوع؟ أستاذ أياد، عندما تشكلت هذه الحكومة وقيل أن الأخ محمد الشياع السوداني سيتولى زمام الأمور، مع علمنا بهذا الشخص إنسان عنده همة، إيده نظيفة، فرحنا كثيرا. أنا شخصيا كنت أتوقع أنه سيختص بوزارة التربية مثل ما اختص بوزارة المالية وأعتقد وزارة الصحة أيضا. توقعت بيني وبين نفسي أنه هذا الرجل سيقول أن وزارة التربية هي حصته الشخصية، وربما سيمارس دوره كوزير تربية من موقع عدنا، هكذا كان في متبنى. على كل حال كنت أتوقع من عنده أيضا أنه سيضع وزارة التربية في أهم أولوياته. لازمنا ننتظر في وزارة التربية أنه خلال الأيام القادمة إن شاء الله، وأنا متيقن من ذلك أنه سيلتفت إلى وزارة التربية، سيلتفت إلى العملية التربوية، وسيبدأ بمسارات الإصلاح، هذه المسارات المتأخرة منذ عام 2003 إلى اليوم. أنا أتمنى تعطيني مساحة في الدقيقة ودقيقتين بس أريد أبين ما يدور في عقلي وزملائي المديرين العامين ووزير التربية عن ماهية هذه الإصلاحات. حقيقة إذا أريد ننقذ العملية التربوية هناك جنبتين أساسيتين، الجنبة الأولى هي تتعلق بالمال والتخصيص المالي، والجنبة الثانية تتعلق بتشريع قوانين جديدة. صدقني يا سيد الكريم، هاي النقطتين مو أكثر، إذا التفتنا إلها وغيرنا بها راح ننتشل العملية التربوية بكل مفاصلها، من المعلم والطالب والمدرسة والمنهج، نصبح مثل باقي الأمم. قضية مو صعبة أبدا، وعدنا تفصيلات كاملة على الموضوع هذا. واضح. خلينا ننتقل للسيد عرب. يعني سيد حيدر، يعني كخبير في هذا المجال التربوي، إذا أردنا أن نجمل احتياجات التربية، هاي حكومة جديدة ربما يكون لها تفاعل، عندها أموال، عندها ميزانية ضخمة تصل إلى 130 مليار، فما هي نواقص واحتياجات ومشاكل التربية نجملها نخليها قدام الحكومة حتى تهتم بها، نقدر نجملها؟ أحسنتم أستاذ أياد. من أهم النقاط، نحن نحتاج إلى تخطيط موضوعي لوزارة التربية لتضع الأولويات التي يحتاجها حقيقة أو تحتاجها العملية التربوية والتعليمية. أنا أعتقد هذا من أولى الأولويات. ربما شاهدنا حق الوزارات الماضية لا يوجد هنالك خطة واضحة، خطة للمنهج، خطة للأبنية المدرسية، خطة للتعيين، خطة لتوزيع الكوادر التعليمية. وبالتالي إذ ما أردنا أن نعمل هنالك مثلث، وهذا المثلث يجب أن ترعاه وزارة التربية والتعليم، إلا وهو المعلم والمنهج والأبنية أو البنى التحتية لوزارة التربية. وبالتالي هذه الثلاث نقاط أساسية، هنالك أبنية متهالكة، يجب أن تكون هنالك خطة متكاملة، ويجب أن يكون هنالك تنسيق. للأسف حتى في المنهاج الحكومي، انت قبل قليل عندما تحدثت عن قانون الأمن الغذائي، أيضا الخطأ نفسه يعاد في المنهاج الحكومي عندما يتكلم هذا المنهاج ويقول يعطى لوزير التربية 3 أشهر من أجل مراعاة أو وضع خطة للأبنية المدرسية، على الرغم أنه هذه الأبنية المدرسية في مناطق الوسط والجنوب من صلاحيات الحكومات المحلية. هذه نقطة. النقطة الأخرى الاهتمام بالمعلم والتعيينات وتوزيع هذه التعيينات بما يتلائم حقيقة وحاجة المدارس. يعني هنالك مدارس الأطراف ومدارس القرى والأرياف التي حقيقة فيها كثير من النقص، وأنتم تعلمون هذه القضية، يصل هذا النقص
في بعض الأحيان ما يزيد عن نصف الكوادر التعليمية التي تحتاجها هذه المدارس. النقطة الأخرى سوء التوزيع أيضا، يعني من تجي التعيينات لا يكون هنالك تخصيص أو هنالك مراعاة لخريجي هذه المناطق، وإنما تفرض أيضا خريجي في مناطق أخرى، وبالتالي عندما يأتي حتى القانون يقول 3 سنوات أو 5 سنوات ينقل هذا المعلم من مناطق الأطراف إلى المركز، وبالتالي نشاهد هنالك تخمة في بعض مناطق المركز وشاغر كبير جدا في الأطراف. إذن يجب أن تكون هنالك خصوصية لهذا الموضوع. النقطة الأخرى يجب أن تكون هنالك خطة لبناء المدارس وخطة للترميم وخطة أيضا لإضافة المدارس، باعتبار هنالك مساحات موجودة داخل هذه المدارس بإمكان إذا ما أردنا أن نستوعب أعداد الطلاب الكبيرة. نعم. هذه نقط. المنهاج، وما أدراك ما المنهاج؟ هنالك نقطتين في المنهاج. المشكلة الأولى حق التغيير المستمر بالمناهج التربوية والتعليمية، وهذه المناهج التربوية والتعليمية حقيقة من خلال خبرتنا وملاحظتنا أنها لا تتلائم حقيقة مع الواقع التعليمي والتربوي الموجود في العراق. طيب. ما مراعين قضية الوضع الاقتصادي، ما مراعين قضية مثلا نقص البنى التحتية الموجودة، ما مراعين قضية المختبرات وأيضا وسائل الإيضاح الموجودة في هذه المدارس، باعتبار جميع المدارس إذا ما تحدثنا هي مدارس متخلفة بطبيعة الحال، ما من الممكن أن يطبق عليها منهاجا جديدا. النقطة الثانية في المنهاج أيضا قضية طباعة الكتب، يعني إحنا أولا وللأمر يتحمل الخطوط ويتحمل الملابس ويتحمل كثير من طلبات إدارات المدارس، وبنفس الوقت نشاهد أنه لا قرطاسية، لا كتب توزع للتلاميذ، واذا اسمه حقيقه العام اسواهم باعتبار العام السنه صفر قضيه توزيع. انا عندي الكتب عندي التفصيله، تتحدث الوزاره وتقول ان التخصيصات الماليه غير متوفره في إذا هذا تسمح الموضوع لي. ايضا يعاد عليهم هذا السؤال، اين دور وزير التربيه عندما تخصص المبالغ وترسم الموازنات العراقية؟ سيد عرب، كان من المفترض أن يكون هنالك مبالغ طارئة من خلال الأمن الغذائي الذي تم تخصيصه وتكون الطباعة، والأمن الغذائي أقر قبل 8 أشهر أو عفوا 7 أشهر أو 6 أشهر، وبالتالي يجب أن يكون هنالك سيد حيدر تسمعني ورؤية حقيقية من قبل وزارة التربية. نعم. سيد حيدر شوي، أنا عندي تفصيلة في موضوع طباعة المناهج راح أرجع لك بيها، لكن خليني أسأل الدكتور الكلابي. دكتور قيس، يعني أهم ما دام ذكر الأبنية المدرسية السيد عرب، يعني أهم مشكلة وأكثر مشكلة نعايشها منذ عقدين تقريبا هي أو أكثر ربما هي مشكلة الأبنية المدرسية، هذه اللي صارت بالفترة الأخيرة كرة نار تتقاذفها الوزارة والإدارات المحافظات المحلية. بالتالي أنا سؤالي إيش قد محتاجين أبنية مدرسية ومشكلة الأبنية المدرسية إلى أين دكتور قيس؟ نعم، قبل لا أجاوبك على من قضية الأبنية المدرسية، أنا أريد أبين أيضا خلال شهر واحد فقط، يعني واضح بالنسبة أن هذه الحكومة الجديدة ومعالي الوزير ووزارة التربية هيئة الرأي لديها رؤية واضحة للنهوض بالعملية التربوية. يعني هسه مثلا قرارات بسيطة، قرار اليوم اتخذ يوم أمس واليوم نفذناه فيما يخص طلاب المحاولات. قبل بالمدارس الأهلية مثلا كان يأخذون هو يمتحن بمادة واحدة يأخذون منه قسط كامل، اليوم قرار وزارة التربية أنه لازم ما يستوفون منهم أموال. قرار آخر في قضية المشرفين باعتبار المشرف دعامة أساسية للعملية التربوية، توفير أجور وما إلى ذلك. اللي أريد أقوله أكو بوادر، يعني دعونا نتكلم بقليل من التفاؤل. الكلام اللي ذكر الضيف كلام قد يكون حق في السنوات السابقة، لكن أنا أستطيع أن أقول أني متفائل أنه بدأنا نضع أقدامنا على الطريق الصحيح. وطالما الحديث عن موضوعة الأبنية المدرسية، فالأبنية المدرسية يراد لها شوية وقت حتى أفصل لك إياها، لأن بيها أكثر من جزيئة. يعني اختصر للحديث، اختصر للحديث. القضية الأساسية هي قضية نعم أختصر لك، لكن هو مهم جدا، بيها موضوع مدارس جديدة ومدارس عصرية، وهي نستطيع أن نذهب إلى خيار جديد أنا أطرحه، يعني طرحته في أكثر من مكان. وأتمنى على الأمانة العامة ووزارة التربية أن تتبنى، اللي هو المدارس المركزية مثل ما موجود في بريطانيا، مثل ما موجود في تركيا. هاي ممكن تنفعنا في المناطق اللي بيها كثافة سكانية وما بيها أراضي. المشكلة الأخرى أيضا اللي راح تواجهنا بعد 5 أو 10 سنوات هو شحة الأراضي. إحنا يجوز بعد
بعد سنوات تصير عندنا وفره ماليه، لكن منين نجيب اراضي حتى نبني عليها مدارس؟ هاي مشكله مهمه جدا، خصوصا في بلد ما بي ضبط سكاني واكو انفجار سكاني. والقضيه الاخرى قضيه الاستملاك ايضا. شوف كل هذه مشكله الابنيه المدرسيه ومشكله توزيع الملاكات ومشكله المناهج ترجع الى مربع واحد اللي هو التخصيصات الماليه. لو خصصت مبالغ ماليه للاستملاك مثلا تنحل مشاكل. يعني بنكرخ الثانيه مثلا، انا عندي منطقه ابو تشير ما عندي اراضي بها ابني مدارس، وهذه المنطقه كثافتها السكانيه غير معقوله حقيقه، ماكو حل الا انه نروح نستملك. يعني انه في موازنه 2013 لازم يخلون مبالغ لوزاره التربيه حتى نشتري بيوت مال ناس، نشتري اراضي ونبني عليها مدرسه. هاي مشاكلنا. اما اذا ذهبنا الى قضيه المدارس المركزيه، هذا معناه انه اذا اكو قطعه من دونمين بدل ما ابني مدرسه من 12 صف و18 صف مثل ما موجود من السبعينات الى الان. شوف انا ليش اقول لك احنا نحتاج الى قوانين جديده، نحتاج الى نفكر بطريقه مختلفه، نفكر بعصف ذهني وبخارج الصندوق. بدل ما ابني عليها مدرسه من 12 و18 صف، لا اروح ابني مدرسه من 100 صف، بناء عمودي مثلا. هاي فقط في المراكز، مراكز المدن والمناطق اللي فيها كثافه سكانيه. زين، ونقدر مثلا نحل مشكله المنطقه بقطعه يعني ارض واحده. يعني هاي الحلول أما الريف ما عندنا هاي المشكله قريبا وتنحل عندنا موضوعه الابنيه المدرسيه ان شاء الله. احنا نطرحها استاذ اياد من خلال قناه الفرات، هذا مقترح الى اصحاب الشان. واللي اريد اقوله ايضا، العمليه التربويه ترى مو معنيه بها وزاره التربيه فقط. البرلمان معني بها، الأمانة العامة معني بها، وزارات ساندة كثيرة معني بها، هذا شأن وطني، كل عراقي مهتم بهذه القضية. في يوم من الأيام طالبنا أن تكون هناك هيئة عليا للعملية التربوية برئاسة رئيس الوزراء. هاي مثلا في أيام الامتحانات وغيرها، وبالمناسبة هاي موجودة في الكثير من الدول، حتى يعني تكون بقية الوزارات وأصحاب القرار والبرلمان لجنة التربية أيضا يكونون أعضاء في هذه الهيئة، وبالتالي يتخذون قرارات عاجلة ومهمة لإنقاذ العملية التربوية. يعني بال23 ممكن تتوقع أنه تعوض محافظات الفرات الأوسط والجنوب من قضية نقص المدارس باعتبار إلى الآن ما استفادت من قانون الأمن الغذائي اللي ذهب بترميم المدارس؟ شوف استاذ عياد، للأمانة للأمانة احنا لازم نذكر انه هناك بداية جيدة في الحكومة السابقة، اللي هو موضوع المدارس بالتعاون مع الجانب الصيني، بديناها بألف مدرسة انباعت، و 3000 مدرسة اخرى انباعت يا دكتور، ولكن قيس نواجه تحولت الى مشكلة مقاولين ثانويين ما راح تبنيهن الصين. انا بالنسبة لي استاذ اياد يبنوها الصين، يبنوها، يا ريت يبنوها العراقيين، انا عندي العراقيين يبنوها افضل من الصينيين. المهم بعد سنه اريد انا كمدير عام في الكرخ الثانيه استلم 62 مدرسه، هسه بنوها اولاد ماو، بنوها العراقيين، ما يهمني، المهم مدرسه وده تمضي. اكو معطيات انه فعلا راح تبنى مدارس هاي السنتين باختصار؟ نعم نعم نعم، بس بس بالكرخ الثانية عندنا 62 مدرسة جديدة، وخلال سنة إن شاء الله نستلمها. يا الله، يعني أكو بوادر حل. لكن أرجع وأقول مشكلتنا راح تبدي بشحة الأراضي. يعني بالوجبة الثانية منين راح أدبر الأراضي اللي أبني عليها مدارس؟ راح تقول لي هاي فلوس، أقول لك ما عندي أرض. نبني لازم بالشط. أكو حلول مختلفة، دجلة راح يلبس وبدت بوادرة ونسوي دجلة، نوزع قطع أراضي نسويها مدارس. أرجع لك دكتور قيس، صير يعني شوية متفائل، صير شوية متفائل. يا الله ساني، إن شاء الله متفائل. إذا أسمع منك هذا الكلام أكيد أتفائل. خلينا ننتقل للسيد عرب. يعني سيد عرب شوية احكي لي بصراحة، أنتم كمطلعين على الوضع التربوي، بس أنا ما أقدر أسأل السيد قيس هذا السؤال، الرجل ينتمي إلى مؤسسة ووزارة. أنتم أيضا كخبراء كمتابعين للشأن التربوي ما قدرتم توقعون على العلة الحقيقية في موضوع طباعة المناهج اللي تنطلق ويا بداية العام الدراسي؟ القضية مو قضية فلوس، احنا جاي نصرف فلوس لطباعة المناهج، شنو القضية؟ عندك علم عنها؟ انا ما اعرف. كثير من القضايا، اولى هذه القضايا مثل ما تحدثت لك هي غياب التخطيط في الوزارة، وبالتالي كيف نستطيع ان نطبع كتب مع حق او في منتصف العام الدراسي؟ يعني هذه مشكلة. المفروض
في وزارة التربية، أن يكون هنالك رأي وإرادة من قبل وزير التربية باعتبار هو من يمثل هذه الوزارة. نعم. نجاح هذه الوزارة من نجاح الوزير وفشلها من فشله، وبالتالي كان من المفترض أن يقدم رأي ومقترح إلى مجلس الوزراء العراقي أن تخرج التخصيصات طباعة الكتب العراقية من خارج الموازنات العراقية، وأن يكون هنالك تخصيص خاص لها في هذه القضية، وبالتالي لا تعمل مع الموازنات. نحن نعلم أن الموازنات تتأخر نتيجة الصراعات السياسية، شاهدنا أنه عامين أو ثلاثة أعوام لا موازنة، فقط الميزانيات التشغيلية في هذا الموضوع. إذن قضية الكتب، وأيضا بالإضافة إلى أنه في السنوات الماضية ويمكن لسنوات قريبة جدا كانت الكتب تطبع خارج العراق، وبالتالي أيضا قضية فساد واضحة في هذه العملية. كنا نطمح أن يكون هنالك إرادة حقيقية وقوية من قبل وزارة التربية، وأن تقدم إلى مجلس النواب العراقي ودراسة بهذه القضية، أن يكون التخصيص المالي لطباعة الكتب خارج الموازنة العراقية، وأن تكون الطباعة داخل العراق حتى وإن حقيقة تأخرت، وإن لم يخصص موازنة خارجية، وبالتالي إذ ما كانت هنالك عقود معينة مع مؤسسات في داخل العراق للطباعة لربما تطبع ومن ثم تستوفي الأجور بعد تخصيص الموازنة، وبالتالي كان يجب أن يكون هنالك حلول لهذه القضية. أنا أعتقد المشكلة الأساسية في هذا الموضوع يجب أن يكون هنالك تحقيق، باعتبار المواطن العراقي يتحدث ويقول أنه هذه المشكلة هي مشكلة فساد واضح في هذا الموضوع، وإلا لماذا لحتى هذه اللحظة العراق مع هذه الوفرة المالية؟ سنوات مضت كانت أيضا وفرة مالية، لكن أيضا لم نشاهد هنالك طباعة حقيقية، كانت دائما تتأخر، وأعتقد السيد المدير العام يشاطرني هذا الموضوع، كانت تتأخر إلى ما بعد حقيقة نصف العام الدراسي إلى أن تكتمل توزيع الكتب والمناهج، وبالتالي هذا يؤثر وبشكل واضح على المستوى الطلاب، وكذلك يؤثر على المستوى الاقتصادي لأولياء الأمور الطلبة، وبالتالي يجب أن يكون هنالك دراسة موضوعية إلى هذه القضية، وضع حلول كفيلة لهذا الموضوع، لا أن نتعكس دائما على قلة التخصيصات ونتعكس دائما على تأخر هذه التخصيصات. إذن طيب. أين الحلول حقيقة في هذا الموضوع؟ يعني ما معقول 20 سنة إحنا صارنا ونقول طيب. والله نقص تخصيصات زين طيب. ماكو حل، قدمت وزارة التربية إلى مجلس الوزراء العراقي لحل هذه المشكلة، هيئة الرأي طيب. ما كان إلها استشارة ورأي معين يقدم إلى وزير التربية من أجل حلحلة هذه المشكلة؟ ما من الممكن أن نبقى إلى ما لا نهاية نقول نقص نقص نقص. إذن أين رأينا؟ أين حقيقة إرادة وزارة التربية؟ أين وجود وزير التربية عندما يكون جالسا في مجلس النواب مجلس الوزراء العراقي عندما تقر الميزانيات أو ترسم الميزانيات؟ أين الرأي في هذا؟ أين الضغط في هذا الموضوع؟ فالمفارقة بسيطة، يمكن قبل فترة الأخوان النواب المستقلين الحقيقة خشان وزميله الأخ عندما تحدثوا وكشفوا على أن هنالك فساد في وزارة الصحة، هنالك أموال تفرض وهنالك استيرادات معينة تفرض على المديريات أن تصرف وهي ليس بحاجة لها، إذن هنالك تخصيصات مالية، إذن هنالك أموال واضح. لماذا هذه الأموال تتوفر في وزارة وتختفي في وزارة أخرى؟ لماذا واضح. تفرض على هذه الوزارة أن تكون هنالك صرف غير يعني مو محله واضح هنا سيد حيدر. الوزارة نحن نحتاج القرطاسية ونحتاج الكتب المنهجية لكن لا وجود لها. طيب دكتور قيس انت تطلب من عندي انا اكون متفائل، ودي يعني ايضا اكون متفائل، سالفه هذا اللي راح المكه وبعدين ما انقبلت الحجه ماتس ما اقدر احكيها بعدين اسولف لك اياها، بس اكو موضوع مهم يعني يطرح نفسه وهي قضيه احنا عندنا ازمه بالكتب والمناهج لكن المدارس الاهليه موجوده بها الكتب والمناهج، شلون ومين؟ هم يقولون هاي من التربية، هي فعلا من التربية جاي يجيبون الكتب يوزعوها للطلبة؟ أستاذ عياد أولا اسمح لي أن أعلق على ما تفضل به ضيفك الكريم، أنا أتفق ويا أستاذ حيدر عرض في بعض ما تفضل به وأختلف في مسؤولية وزارة التربية عن عدم وجود تخصيصات، أنا مطلع يعني صار لي 7 سنوات مدير عام واشتغلت مع أكثر من وزير وأعرف الوزير إيش قد يحاول في مجلس الوزراء أن يحصل على التخصيصات، ولكن المشكلة الأزلية اللي موجودة عندنا قضية القوانين والتشريع والتخصيصات. عندما أقول تشريع قوانين جديدة
احنا نحتاج الى ان يكون لاهميه وزاره التربيه ولاهميه العمليه التربويه لازم اكو مبلغ مثل ما تفضل به الاخ، لازم اكو مبلغ خارج الموازنه. زين. شلون اكو عندنا يسموه الاحتياط الفيدرالي مثلا؟ نعم. اكو فتشي لقضيه الاوبئه واكو فتشي لقضيه العمليه التربويه، هاي الشغلتين مهمات جدا في هذا البلد. حقيقه هذا الشيء ما موجود. اللي انا اتمنى ان تكون هناك يعني تشريع قوانين جديده انه المديريات تعتمد على نفسها، انت تعرف كل مديريه تربيه تجني الكثير من الاموال من تجيب الكتب من قضيه مو بس يعني هسه اجيك عليها لان هذا موضوع مهم استاذ عياد، يعني إيه؟ اهم من المدارس الاهليه اللي راح اجاوبك عليه. يعني اي مديريه تربيه دقيقه 30 ثانيه كل مديريه تجيها من الايرادات ربما اقول مئات الملايين، لكن هذه الايرادات وين تروح؟ تروح لوزاره الماليه وبعدين تبول لمجالات اخرى. لو كل مديريه بهذه الايرادات تروح مثلا تشتري كتب، تبني مدارس مثلا، تحل بعض مشاكلها، كان شويه وصلنا يعني صرنا في حاله افضل. قضيه المدارس الاهليه، هاي المدارس تعتمد على طلاب يدفعون فلوس، فبالتالي المدرسه تستطيع ان تشتري هاي الكتب من الاسواق المحليه. انت تعرف الكتاب هو موجود على قرص تطبعه وزاره التربيه مجانا، ونفس هذا القرص ممكن صاحب اي مطبعه يطبع نفس الكتاب وموجود بال بال بالاسواق يعني في شارع المتنبي وغيره، فمو فد مشكله يعني. انا يعني كولي امر اقدر اطبع لابني كتب، توزيع الكتب ابني وولد اختي وولد اخوي اطبع لهم من يمي؟ لا 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 استاذ اياد، التعليم في العراق مجاني. احنا صارت عندنا مشكله مع بدايه العام الدراسي. زين. والان تقريبا انحلت هاي المشكله، يعني في مديريتنا وصلنا الى 80% من توزيع مناهجنا. صحيح صار تاخرت طباعه الكتب، ولكن يوميا احنا الان نجهز مدارسنا تقريبا وصلنا الى 80% في خلال اسبوعين او ثلاثه نجهز 100% لكافه بالحب مدارسنا. والبخت دكتور قيس. نعم نعم انا مسؤول عن هذا الكلام. تسمح لي، هو مشكله الطباعه فقط مشكله ماديه بس؟ فلوس ما عندنا كانت واجتي؟ اي والله اي والله مشكله، نعم مشكله ماديه. اتخيل انت 60 مليون دولار خصصت في عام 21 وانصرفت الان، يعني ونحن على اعتاب ال 23. 60 مليون دولار ما قدرت تصرفها وزاره الماليه لوزاره التربيه وبعد مطالبات كثيره. احنا بالمناسبه عندنا مطبعه من افضل المطابع يعني في وزاره التربيه، لكن هاي المطبعه ايضا تحتاج الى تخصيصات، تحتاج الى رواتب، تحتاج الى الكثير من الموارد حتى تشتغل وتغطي احتياجاتنا. وايضا هذا الموضوع يعني يحتاج له الى خطوات قبل بدايه العام الدراسي. تمام. والتخصيص المالي تمام مو يصير سنه بسنه، المفروض نطبع كتب لثلاث سنوات قادمه حتى ننتهي من هذه القصه. تمام. خليني اختم ويا السيد عرب، يعني احنا حكينا عن احتياجات ونواقص العملية التربوية، واكو امر ايضا مهم حتى اذا كملنا ذن يكون تبقى عندنا اكو مشكلة كون نوقف عليها ونحكيها يعني بدون خجل اذا ما ردنا نعالج هذه الاشياء. ترى احنا يا استاذ حيدر عندنا المعلم هم يحتاج له تأهيل ويحتاج له دورة. ترى معلمينا مو كلهم، البعض الكثير من عندهم بصراحة هو والتعليم ما يلتقون، يعني ما ادري انا ابالغ بهذا كلامي اتجنى لو هذا واقع استاذ حيدر. قبل ان اجيبك استاذ على هذا السؤال، سمعت السيد الضيف يقول 80% وزعنا كتب. أي. انا عندي ابنائي صف سادس اعدادي اثنين، استلمت لهم فقط كتاب اللغه العربيه باعتبار كتاب اللغه العربيه. مو هذول ولدك من ال 20% استاذ حيدر، مو من ال 80%. من ال 20% ما اعرف. اي من ذول البقيه. قد يكون قد يكون. استاذ اياد انا احكي على الكرخ الثانيه، هسه الاخ يجوز بمديريه اخرى بعد ما وصلت المدارس. هو يحكي على الكرخ الثانيه. وصلت 80%. اي. لا خب هنا مشكله اخرى السيد الكريم، هنا مشكله اخرى. نعم. ما كانت توزيع حقيقه غير عادل ما بين المديريات. توزيع الكتب ان هناك مديريه تكتمل توزيعها وهنالك مديريات نقص، اذا هنالك خلل في آلية توزيع الكتب في وزاره التربيه. وقت ما عندي خلل كبير جدا، يعني هذا هاي مشكله اخرى. معلمنا يعني يحتاج تاهيل، هذا مو تميز، هذه مشكله ايضا بنفس الوقت.
باختصار سؤالك كان شنو استاذ اياد؟ سالت على المعلم وتاهيله. طبعا المعلم من اهم الركائز، شوف استاذ اياد، المعلم من اهم الركائز اللي تقام عليها العمليه التربويه والتعليميه. المعلم يعاني اولا حقيقه التخصيصات الماليه للمعلم هي ضعيفه جدا. ايضا المدارس الموجوده والاكتظاظ الموجود ايضا اثر بشكل كبير وبشكل واضح على المعلم. تمام. يجب ان يكون هنالك رعايه حقيقيه في قضيه. تمام. باعتبار هنالك تغيير المناهج مستمر، اذا نحتاج الى دورات مستمره ومكثفه الى المعلم. ما من الممكن ان نلقي اللوم بشكل كامل على المعلم باعتبار احنا كمؤسسه تربويه تحتاج ان يكون هنالك خطوات حقيقيه لرعايه المعلم، من التدريب، من الجانب المالي، من تخصيص السكن. اغلب المعلمين لحد هذه اللحظه لا سكن لهم، وبالتالي هذه مشكلة ومشكلة كبيرة جدا. نعم. أنا أشكرك جدا سيد حيدر عرب الخبير التربوي، الشكر لك أيضا موصول دكتور قيس الكلابي مدير عام تربية الكرخ الثانية. عندك بعد شيء تضيفه؟ أنا وقت ما عند انتهى سيد قيس. والله أنا أتمنى من دولة رئيس الوزراء أنه الخطوة الجاية يكون حصة وزارة التربية، يكون هناك اجتماع مع المديرين العامين إن شاء الله بحضور لجنة التربية في البرلمان، بحضور كل المختصين حتى نجد حلول حقيقية للعملية التربوية. شكرا لك دكتور قيس، ولكم مشاهدينا الكرام الشكر والتقدير والاحترام. طلابنا، أعتقد الأمانة اللي حملتموني إياها وصلتها لكم. دكتور قيس أكد لكم أنه من الصعب جدا، روحوا داوموا بعد بكلياتكم وتوكلوا على الله، وإنا لهنا يا راجعون. شو تتمنون شيء لكن ما حصل، ومو بس انتم بالعراق، بعض الأحيان تتمنون أشياء وما تقدرون تحصلوها أو تسعون إلها وما تصير، بالتالي هذا اللي حصل، هذا اللي موجود. شكرا لكم، شوفكم باكر إن شاء الله، في أمان الله.